انت اصغر واحد كنتي في ليبيا؟ قل لي انت اصغر واحد كنتي في ليبيا انت مباشره على شوف تيفي. شحال عندك من عام؟ 17 سنه. واش علاش مشيت؟ مشيت باش نحرك ثاني نحصل وضعي الاجتماعي، ولكن ما نكتبش ما ساهلش الله. وانت مشيتي قاصر ماشي؟ اقل من 18. وحنا كنشكروا كاع المواطنين اللي تعاطفوا معنا وخرجوا وداروا مظاهرات وتكرفسوا معنا. وش غادي نقول لك؟ نشكروا كذلك صاحب الملك محمد السادس بالتصدق والسريع يعني باش نقدنا يعني من ذاك البلاد. انا كما كتعرفوا البلاد هذيك فيها التكرفيس بزاف والجوع شنو تبغي تقول الجمهور اللي تعاطف معاكم؟ والله اش غادي نقول لك؟ يعني دوزتوا 5 شهور ديال العذاب في الشهور ديال العذاب الحمد لله داز داز. المهم كنشكروا كاع الناس اللي تعاطفوا معنا وقفوا معنا، الله يكثر خيرهم. شنو النصيحة اللي تقدمها كشاب عشتي واحد التجربة صعيبة برا بلادك في ليبيا للشباب المغاربة اللي عندهم فكرة أنهم يمشيوا ليبيا و كرفسنا بزاف، ولكن الله ينصر سيدنا صيفطنا الناس اللي شقاو معنا ليلا ونهار 3 أيام هما مكرفسين معنا، والحمد لله تنشكرو الطاقم ديال السفارة وتنشكرو سيدنا الله ينصرو جابونا من عدد المجرمين. حنا غلطنا تمشينا لعدهم كرفسنا من النهار حنا في الجزائر الصحراء ما عرفت شي 1500 كيلومتر كرفسوا الناس المغاربة، والحمد لله دابا ملي جينا ماشي مشكل ديال الفلوس ولا ديال الترخيص، اللهم لك الحمد. وتنتمنوا ان شاء الله يجيبوا خوتنا، راه باقي شي 800 عاود. قالوا لي كانوا كيبيعوكم ب 1000 اورو. ما كاين على البيع، راه دير بنادم تما بحال البهايم، عادي يبيعك لهذا ويشريك هذا ويبيعك الاخر. شلنا شي حوايج اللي ما عمرنا شلنا في الحياه. ندمت ولا مشيتوا؟ ماشي عندي. صبر على الشريف صبر. دابا اللي ترخصنا بزاف وندمنا الحمد لله ملي جينا ما تتبقى قلوبنا لا فلوس ولا الترخيص. المهم الحمد لله عيب اللي جينا وخوتنا المغاربه راهم فرحانين، والديهم تاهما فرحانين، وراه لا اله الا الله وصحيح حنا غلطنا بزاف. الحمد لله على سلامتك. من الله تعالى ومن الناس اللي جابونا يجيبوا خوتنا، راه باقي شي 800 واحد في طرابلس تاهما راهم تيعانيو. شنو كنتو كتاكلوا تما؟ اش كتشربوا؟ كنا عايشين غير في سباكيتي، تناكلوا وجبه في النهار، وجبه في النهار سباكيتي مقارونيه. ما فهمتش هذوك الناس باش عايشين، وهذيك البلاد ديال المجرمين وما عمرها غادي تحبس من الحرب، وتما غيبقى يقتلوا في بعضياتهم حتى البعث.